يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن عنده تركة أو لمن عنده مال أن يقسمه على أبنائه في حياته وقبل مماته؟ يجوز هذا إذا سوى بينهم حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يجوز له هذا، لكن الأفضل لا يفعل. الأفضل أن يمسك ماله وينتفع به مدة حياته، فإذا مات تقاسمونه على كتاب الله عز وجل. نعم.